أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يفسر قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى أن عادا الثانية هي إحدى الدول الكافرة المعاصرة في يومنا هذا، هل يصح تفسيره هذا؟ تفسير ما هو بيلعب كذا، تفسير ما هو بيلعب كذا، التفسير له ضوابط وله أدلته، والأمم الكافرة الآن ما أهلكها الله، موجودة ما أهلكها الله، هي على قيد الحياة. أما عادا الأولى وعاد الثانية فلم تبقى، أهلكها الله سبحانه وتعالى. وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل منهم كانوا هم أظلم وأطغى. نعم.